فقرديسا سدهات دعوة لغو مسروع أوغي كارو لغو مرام رحكمانين كارو حوبين كاترسان هي أدى شقال لغو دري دكتة يدو عنو قلاشا لغي هلين أغاسيمها قود أما ملحوينا هدي قفت لما حكمانين أيوه أغاسيمها قود قف مركا شرعي أي كما هذا قف مركو جريمة قيستو هدي تسالة عن نين سياسي أقول لي سنتا لو ويرا لله لباكيو قفو قيستو قف كاس والا قبسنا دربيا لو قبسنا شرعي أنا قبو بجرتو وحلو ويديسنا يخليه خليه سوته اه شقلي شرعي كسر ريه وانا اقولنا نور الحب عبد الله فك شرعي كسر ريه مجر ما تو حال ليه تليه اللي ويدن هل هو يبسنا ولا ورقلينا كليه بس لكن شرعي هاوي راتي شرعي اللي ليه ياهي بصوته دستور كيف نحاق القرن وحكا انا قرب كبقل الله سني سجينا دي دستور كحاق القرن الكتب ماذا داعات الى اتهاي حب مكا من هويها صراحة ملحوية المعرفة حسنشيقة وحمق عاضي ساحب كيسمات ملحويني كورين ملحويني فرماجة وحمق عاضي ساحب كيسمات فقية وحا معرفة وها شيخ شريفة والمكا ساحب هاي جمع الله ونحريست المعرفة لبدو الوالدة ملحويني عبدالله يوسف وحاوها تلي المعرفة جمال درويش وحاد أكيسا مكا داعد نمي اللي بوكيناي مركا هي أد لبوكينا ودكا لبوكينا لبونا كيري دورا قلت حسنا هي داعد وطهي ما أود أن ترى بدل ما سين كرنا أيضا إن اللي جبت كر آدم هي مثال قل برا عن سلاي هاي شرعي كوري ما نايا يعني ربنا مدل جدول يعني خالص كحرية وها كملا قل بك تدبا لواصلي تدبا هيركا هولي هاي فغرب ديسا تدهاد دعوة لغو مسروع أوغي كرو لغو مرام رحكمانين كرو حوبين كاترسان هي أدى شقال لغو دري دكتة يدو عنو قلاشا لغي هلين أغاشيوها جودة أما ملحوينا هدي قفت لما حكبتين أيوه إغاسيما يقول شرعي قمان تيسا قف مركا شرعي أي تيمادو قف مركو جريمة قيستو هدي تسالة عن نين سياسي أقول يسنطا لويرا لله لباكيو قفو قيستو قف كاس والا قبسنا دربيا لو قبسنا شرعي أنا قبو مجرتو وحلو ويديسنا يتاليه خليه سوكو اه شقلي شرعي كسر ريه وإنا أقولنا نور الحب عبد الله قف شرعي كسر ريه مجر ما تو حال ليه تليه اللي ويدن هل هو يدسنا ولا ورقلينا كليه بس لكن شرعي هاوي راتي شرعي اللي ليه ياهي بصوته دستور كيف نحاق القرن وحكا أن قرب تبقى الله بها تاني سجيلا دي دستور كيف نحاق القرن وحالا قال الله أبوس جبوتير قرب كاس بقى الله بها تاني سجيلا سيء وقرية مكا في رسوح الله ياهي قبوات صلادة حقوق لأدناها إلا التونسين ياهي إنا يحبنا تتصل عيدا مدى أمنه إنا يدف غير فوق قلان وإن دعوة دولة الوقالة محكمة الرئيسة محكمة غير الوقالة ولما حتى معها محكمة عيلة ما كان الدستور كما تساعد ليه إنا عندنا التاليها بلاشل ويبيسنا فرطي وحواي وقلب شرعي فاري ماناي دستور كما فاري ماناي قلب كلابات عربوا إنا المارك قلب كسجيلات مكا فيرس وحاكو قرن قلب كسجيلات هيركا وحاكو قرن كو قلب تقريبي سلامات إلا يهشو عيد إلا يهشو عيد كستحوكتا أي غباها نوع آيها طبا إسلاما كان أي دالعاتو أي كيتساتو أما أي قدتو واجرات كيدا سوا بس شرعيلا وحي عيد كستو أي هم غباها طو نوع آيها طبا ودن تاي شرعيها لسميه وعتمد شرعي سحافظة سحافظة حق لوغو ملها إن حب كيدا لها لنيسة رشقكو ملنيسة إي سحافظة إسمار كان marka inay saddexda niisa ay kala xubti la isiiya sharciga kiil sameey dastuur baarlamaanka Ameerika hor imaaneysa waxaa loo baahan yahay hadii la rabo qofka tusaale ahaan marka qarqood saxaafadu waxay xaq u leedahay inay qariso sooskeeda oo meesha ay isugu ka keenay sababta la xiriirta amniga xub bixiya marka hadii loo baahdo maxkamada u yeeri karto oo dhigi karto qofka warka ka keenta sheek wal isku haysta laakiin hay'ad kulli ma dhigto wasaaradda warfaafiran dhigi karto إنتي فرتانا مجدك لكن ماشي وحاب قرن إلى إني صدي كرتو عدي رتحد أبو بعض ما المشكلة في ما نس حافظ الصومالي هدي لغبا إنت قول كان لها جوين ويران غدرا هدي نقول ما نس شرعية ضدنا ويانا إلا غدرا وا قلب كا أفترى تدبادي ماشي الحير كان وحافية لا وحال ركان ليس تقاله أدب عقية اللي هي أدو حي يارا ليسا مشاريع مال قلينيات قناعسي يأني بحيسو أليكي كالدوان أو أي كي ليسو دخل ديرية أو أيو كاشفته الهيرة هي أدى نطا عاديا دميعيا بماها وهي أب مارك طي مشترك شقي سماع وهي أد أمني وهي أدى المحارب ما إلي نقطة هي أد سردون سردون محاوة
inaan ninka tuutaha wata ee xamarweyne imaanaya ay xogtiisa noo keento xuraasad kaasaan rabnaa inay ogaato. waxaan rabnaa inay noqoto maaragtay dalka sirihiisa inay ilaaliso. marka qofkan oo maaragtay samaynaya hawshaas qabanaya waa hawsha loo baahan yahay ee laga rabo niise laga rabo, laakiin maaha inay noqoto maalgelin iyo meelaha qaarkood waxaa looga hadlayay hantida guurtada iyo guurtada, iyo haddana waxaa la leeyahay dhaqaale. dhaqaale intee la geynaa? miisaaniyada loo sameeyey, miisaaniyada loo sameeyey ma haddii tusaale ahaan ay hoteello samaysato wax samaysato, dhaqaalaha ka soo baxay intee yaa la xisaabto maayo? waxay noqonayaan wax gaar loo leeyahay. marka waa in laga fikiraa hay-addan sideeda dabiiciyan waa hay-adda mie maa hay-ad dhaqaale. qodobka tobnaad, xerkan waxaa looga hadlay shuruudaha iyo qofka looga baahan yahay. ani waxaan soo jeedin lahaa qofka madax ka noqonaya hay-addan in lagu daro in qofkaas uusan haysanin baasaboor ajnabi ah, sababtoo ah haddii qofkaas uu haysto baasaboor kaloo ajnabi ah waxaa compromise gelaya dadkii waddanka. marka in ay micno leedahay qofku in sidiisaba uu muhiim u tahay in qofkaas la ogaado inuu maaragtay daacad yahay. haddii kale waxa waaye dalkii waxaa ku imaanaya mushkilad. qodobo kale waxaa jira oo qodobka sideedaad ku qoran oo uu horay maaragtay looga hadlay. waxaa la yidhi hay-addan waxay qabanaysaa, joojinaysaa, hakinaysaa hantida loo arko dhaqdhaqaaqeeda inuu khatar ku yahay amniga. hay-ada lacageeda laga hadlayay hadda toddobaadyada lasoo dhaafay xeerka intala mariyey, hay-addaas miise waa xubinta ayada ka tahay. marka ayada keligeeda awoodda waxay qaadanaysaa awoodda inay hanti joojiso haddana. marka waa macquul ma aha hay-adaha mamlaka yidhaahdo oo wasaaraddii iyo cadaaladdii iyo wixii oo dhan aa shaqadaas iska leh ee ayada keligeed go-aanka ma gaarayso. go-aanka waxaa iska leh meeshaas. marka inaan sharciyo qaarkood oo maaragtay iska hor imaanaya inaanan fiirinin. mudane gudoomiye waa mahadsan tahay. qodobadu waa sabin yihiin, laakiin waxaan xildhibaanada ku dhiirigelin lahaa inay iska fiiriyaan sharcigan in loo samaynayo mustaqbal 20 sano 30 sano xaaladda hadda ku jiro iyo shaati qofeed uu ku jimaynayo inaysan noqonin ee laga fikiro mustaqbalka. mustaqbalka marka sharci loo samaynayana waa in laga fikiraa sida ay xaaladdu ahaanayso. aad iyo aad u mahadsan.